شكرا حب الظاهري. الحين في طلب من الأمة العيناوية أن المايك هذا يتسلم إلى خالد عيسى. امسك المايك. وخالد عيسى هو من سيجري اللقاءات من الآن مع لاعبي فريق العين. خالد، أنت مذيع قناة أبوظبي الرياضية في هذه اللحظة، تفضل. أباك تمشي تقرأ. خلاص إن شاء الله. تعال حقني، تعال تعال. هيا هيا كابتن خالد الهاشمي، ألف مبروك على هذا الانتصار وعلى هذا الإنجاز التاريخي. الله يبارك فيك. أبو حمد، للنادي وللدولة شو تقول عن هذا الفوز؟ أنا أولا قبلك، عبر قبلك حبيت راس أبو سرور، والله أحب راسك حبيبي، والله تستاهل أنت أبو سرور، والله تستاهلون. من الكباتن اللي تتشرف فيهم، من اللعيبة اللي نتشرف إن لعبنا معاهم، وإن شاء الله نكمل نلعب معاكم. اللهم لك الحمد، جاهدتوا وكفيتوا. امدحني أكثر بعد. جاهدتوا، والله إني أقول لك الصدق، والله جاهدتوا قسم بالله وتعبتوا سنين طوال. اللهم لك الحمد، شطرتوا أساميكم. تقدر والله العظيم لو أنا مكانك اليوم أقدم اعتزالي وخلصت مسيرتي، والله صراحة ما بكذب عليك، مسيرة طويلة مع نادي العين، لكن سبحان الله الإنسان دائما يطمع للأفضل. أنت أنا متعود عليك دائما تطمع للأفضل، وأنا متأكد إن شاء الله القادمة أفضل لك والجميع وللعين إن شاء الله. والله ملك الحمد، نجمة ثانية. ما يخلي الواحد يسترسل، تخل عليه بالسؤال. شكرا يا خالد. الله يسلمك يا أبو حمد. بكل أمانة، متى حسيت إن العين راح يوصل لبعد نقطة ويكون بطل آسيا؟ الله حق، الله حق. قبل مباراة الهلال الأولى. قبل مباراة الهلال. نعم. لاني صراحه الله حق كنت اصلي القيام وادعي الله سبحانه وتعالى، ما ادري حسيت ان صدري متثلج، والله اني اذكر حتى كلمت فيها سالم عبد الله لاعب نادي العين سابقا، قلت له يا ابو سهيل العين بياخذ اسيا، وتذكر قلت له وتذكر كلامي، ورجع اسال الحين سالم عبد الله لاعب نادي العين سابقا وقل له شو قال لك خالد قبل مباراه الهلال. صادق وما يقول لك هذا الكلام. مبروك، الله يبارك فيك. الحمد لله، الله يبارك فيك. لاقين بعد بكره اجازه. اوكي، شوف لاعب ثاني. تحرر احنا جمهور، تحرر احنا جمهور. سلطان الشامسي، مرحب. صاحب هدف الفوز والتقدم في مباراة النصر اللي كانت في الرياض. قبل ما ابارك لك البطولة، انت واحد من المساهمين في هذه البطولة الحمد لله، حدثني عن شعورك بعد ما حرست هذاك الجول، وهل حسيت ان العين راح يوصل لبعد نقطه بعد هذاك الجول والانتصار والتاهل؟ شوف الحمد لله الحين قبل جلسنا مع بعض تكلمنا عن هالبطوله، صح ولا لا؟ انا الحين مذيع. انت مثلا مذيع احترمني اذا بتوهقني. زين، يعني شوف المباراه هاي كانت يعني اول تحدي لنا بغض النظر عن المجموعات، هي اللي مثل ما تقول خلانا احنا نشوف الكاس قدامنا. الحمد لله اليوم الكاس موجود هنا بملعبنا، طال عمرك احنا بنصير بنحطه في اللوكر وبنسكر عليه وبنصير نرقد. الحمد لله، يعطيك العافيه. اخر لقاء، اخر لقاء احمد، اخر لقاء بس خليه معي. تعال اخويا سفيان رحيمي، اخويا ديما عالمي، كي داير؟ اللي عالمي كي داير؟ لا بس الحمد لله، كي داير؟ مشان زيان. لا بس كل شيء دابا نمشيو للمغاربه، نمشيو مرتاحين ضروري خويا. تضرب الطاجين والمسمن واملو واتاي والاتاي لازم شوي سكر معك. لا شوف، خفيف خفيف، ما عليك. شوف تجيني البيت، ايه، اسوي لك اللحم بالبرقوق والدجاج محمر، ايه، هاي من عندي اخوي. الله يحفظ لك الوالدين. شو تقول عن هالمباراه سفيان؟ يا هداف اسيا، افضل لاعب في اسيا، هذه مباراه، يا اقوى واحد في هالنسخه. لا انا وياه. شوف انا احسن لاعب بقسمه على اثنين، لانه خالد سفيان لا تشوفني، هو المذيع. شوف المذيع يا اخي، احترمني يا اخي. شو فيك انت؟ اسمع، ها جائزه اسيا بقسمه مع خالد عيسى، تعرف هو، انا كنت خلص هنا في العين، هو يخلص هناك، خلصها مرتين في الرياض وفي يوكوهاما، في الجابون، ياك بسم الله. لو مو بنت والله نطلع 4-3. الحمد لله على كل حال، شليتينا اخويا وتستاهل انت اللي تستاهل. شوف الكلام اللي قلتيه قبل، قالنا كلمه، قال لك انا اقدر تكون اخر نسخه لي هذه. انتو يعني في عيال صغار 20 سنه 21 سنه، قال لهم انتو تقدروا توصلون مره اخرى. قال لهم انا وصلت 2016 لين الحين واقفه لي هني، كان هالجيل كان يستاهل، بس قال لك اقوى نسخه هي هذه. قال لك اذا تبون
تهدونا لي انا وبعد اللاعبين اللي بيخلصون كوره. والله افضل هديه في نهايه يعني في مسار الكره. تسلم والله. تسال خالد. تسلم. تعرف انا قلتها في الرياض انت لازمك انت المذيع وانت اللي بتسلم الاستديو عند يعقوب. اسمع يا هي السهل السهل. تعرف شو السهل؟ قلت لكم السهل تمثال. سووا لنا تمثال. قبل ما يسلم الكلمه سفيان قبل ما يسلم الكلمه نحن نبغى نعرف شوي اكثر. تاخذ شغلي ولا شو السالفه؟ حلو من قلب الحدث يعقوب لك الكلمه.